أهم جلسات الرئيسية الإدارية على رأس الميزانية هي عبارة عن تقرير لسياسة الإدارية لسنة كاملة. أنا مضبوط يعني قرأت الميزانية، استعرضت البنود الموجودة، الملاحظات اللي أنا سجلتها هي يعني للأسف إنه البنود المبنية هي عبارة عن بنود متوارثة 2008 2009 2010. كثير من البنود هي غير موجوده، ترجع على نفسها ويعني ميته، يعني هيك البنك موجود ما فيش غير عاميه، وفي بنود برضه مكرره، يعني تلاقي البنك مكرر مرتين او ثلاث مرات، وفي تشابك بين البنود، يعني تفوت على مؤسسه زي بيت المسن في خمس ست بنود لبيت المسن، ما فيش الفصل بين بند واخر. القضيه الثانيه المهمه لما نبني ميزانيه، انا برايي هذا الشيء لازم يصير في سحنين لمرحلة معينة، ونتأمل نبدأ فيه بكير، إنه يكون في طلبنا يكون خطة عمل لكل قسم وكل مؤسسة. خطة عمل اللي تكون في انسجام بينه وبين الميزانية. ما فيش ولا خطة عمل في نادي سحنين، ولهذا السبب ما فيش انسجام مع الميزانية. أنا رحت قعدت مع مدير مدراء أقسام هذول يومين ثلاثة، لأفحص الميزانية في كل قسم. خط عشواء. يعني هذا نشوف هذا البند، هذا نشوف الميزانيه اللي موجود هون، بعرفش إيه، وهذا الشيء بياثر على عملنا. لهذا السبب احنا موجودين في هاي الوضع الصعب، ونضلوا بهذه الطريقه نشتغل. استاذ كمال، بس خليني اخلص، بدك توضيح. لا بس خليني اخلص بعدين. تفضل. يعني انا برايي ميزانيه تنبنى بروح لكل قسم، يكون في شركاء في بناء الميزانيه لكل قسم وقسم. لما نحكي عن ارباحات 12 مليون شيكل في ارباحات، 43 مليون شكل في حدوخ، لازم يكون في مشاركة لمدراء الأقسام، لمؤسسات التربوية في سخنين، في إلهم ميزانيات. تسأل كابوه بايس شو الميزانية اللي عندك؟ بقول لي بعرفش، أجرك كابوه حنفية دفعوا عليها 2300 شكل، ومبينة هون. لازم يكون في ميزانية لكل مؤسسة ومؤسسة، لك عنده؟ لهون احنا وصلنا؟ يعني 43% من تكسير بلدية سخنين هي معاشات لكابوه حزام موجود هون. 43% من 111 مليون اللي عباره عن انا بقول انه المواطنين اللي بيدفعوا والعجز اللي بيدفع ارنونه لبلديه سخنين عمره 90 سنه بيدفع 2000 3000 شيكل بالسنه، ليش احنا نلعب فيها ونعبث في الاموال هاي هيك هيك كيف بدنا ونوزع فيها معاشات؟ اجى الوقت انه هاي المصاري مقدسه لازم تخدم اهل سخنين. هذا انا موقفي في الموضوع. انا طيب. برايي نرجع اخرى مره، ما نستعجلش، بدك نصوت قصه نصوت مره اخرى. بدنا نصوت بس انا بدي اقول لك، في كمان مؤسف جدا، لو سمحت، مؤسف جدا اللي انت بتحكيه. هاي الاداره الوحيده اللي ما لهاش ذنب بالشيء اللي انت بتحكيه. اذا اليوم 43% مين المسؤول عنها؟ مش الاداره الحاليه، الاداره السابقه، وانت بتعرف. اذا اليوم في قسم من اهل المصاري وين بتروح انت بتعرف. وقريب جدا بدي اشوفك انت رح اجيبها للتصوير، انه هذول اللي بياخذوا 40,000 ينزلوا 20% او يروحوا على البيت. انت شو كيف انت بتصوت؟ انا بدي اشوفك ساعتها عم تحلق، شو انت راح تصوت؟ الشغله الثانيه دحين قدام تحلق قريب جدا، بعد جمعتين بدي اشوف اخلاصك وعطائك ووفائك لهي البلد. الشغله الثانيه بالنسبه للتفاح بايس، بالنسبه للتفاح بايس احنا بنحول 15,000 شيكل لمتر سطاح. صير في اتفاق بين نبيل السيد احمد والاخت سلوى ابو ريا اللي بتحول 3,000 شيكل شهريا. هسا بالنسبه للميزانيه احنا اجينا وايدينا مقيده لانه في خطه اشفاق. اكبر اثبات من ميزانيه 2009 فيهاش عجز ادوره واحده، المفروض انه انت تيجي وتفرجين لهي الاداره اللي قدرت تطلع سخنين من الظلمات الى النور. اما مش تيجي تتكوف وكانه احنا مسؤولين عن العجز اللي كان، احنا مسؤولين اليوم عن مصاري اللي بتعرف شو بتروح، احنا ما بضرناش اجوره، احنا اللي حفظنا على مصاري سخنين. علشان هيك بترجاك تحكي على جمالك، تكون دقيق في حكياتك. لا لا هي الحقيقه، ما حكينا شيء ده. هو بيحكي على شغلات اقسام لازم تكون ابو شو. احنا اجينا على شيء، على شيء موجود، احنا اجينا على شيء موجود. انا بدي افسر للدكتور كمال، خلينا نفكر ايه ابو شو. هو الحكي اليوم احنا بنطلب رؤساء الاقسام شارك وتناقش بالميزانيه. هو في لون احنا بنعرف، انا وبعرف من زمان 90% اللي كنا نخدمها من هون لهون. لا يا مشير، هذا الميزانيه اليوم لا راحت، بعدها بترجع لانه في 90% مش موجوده. بعدها ابو محمد لانه في 90% مش مبينه لوين، لانه هذا ال 90% بكره ما تسمع. انا بدك تيجي تاخذ ثاني حضرتك، احنا لازم تخلص. يا
بس خلينا نجاوب وسائل الاقسام تشارك وتنفحص وين قاعد معاها كل رئيس قسم من قاعد معاها الميزانيه اليوم اللي موجوده الميزانيه نفسها اذا بنطلع ل 2006 وال 2005 وال 2004 تقريبا نفسها بس عم تمشي مش نفسها لا هو سوى او لا عم تضرب فينا عم تضرب فينا عم تضرب نفسي لا خلينا اجاوب خلينا ارد الشو كان رؤساء اقسام في العشر سنين اللي نفذوا كلياتهم هل رؤساء الاقسام اشتركوا في بناء الميزانيه؟ من كنا نستعملها من اللي نفذها؟ تعال يا مشير في عنا عجزة النهضة دبل لك السعيد يجي دبل لنا سعيد نفره تقولي شو اسمه في عندي 90 هو في عندي 90 شي له معنى بتعب فيها بشمال يمين بطل يسوي يساوي لحد يسوي يساوي وين ما انت بتساوي عندي 90 معنى هزاي موجود لك في العجزة النهضة مع الاسف يعني مع الاسف وجهي احنا بنعرف احنا عجزة سعيد البلديه ومنعرف شباب بالنسبة للصرف بعد ما خلص الميزانية احنا كل رئيس محلكة بأخذ منا نسخة انا كمحاسب بلدية او رئيس بلدية هون احنا ما بنطلعش شكل واحد من هاي الا ما رئيس المحلكة يجيب هزمنا ويأشر الحساب نفسه اذا بتحكي عن مسكن دفعنا المبلغ معين افرجيك اي هدسة قبلنا رئيس القسم هون بمضى عليها في مجال شغله بالنسبة للميزانية طبعا احنا بالميزانية لنا 5-6 سنين كل سنة بنصوت على الميزانية وطبعا من انا بحكيها حتى في الفترة السابقة لسه نبدأ حتى لما كنا نصوت على الميزانية كنا نصوت خصم عننا ليش نصوت خصم عننا؟ لانه بصفوش الدمار بتقدر تعمل ميزانية مش 114 مليون بتقدر تعمل ميزانية 200 مليون بس بالنسبة للمعاشات المعاشات انا حسب رأيي وخاصة اني بخليل معاشات اللي هي ثقل على سخنين هي معاشات اللي حسب رأيي كبيرة على بلد مثل سخنين احنا بدنا كيف حكى ابو محمد بدنا ان شاء الله القريبة او استاذ كمال نقف مع بعض ضد المعاشات الكبيرة انه اليوم خمس معاشات يكلفوا سخنين 3 مليون شيكل بالسنة حسب رأيي هذا ظلم فاذا احنا اليوم بدنا نحكي عن المعاشات بدنا نحكي عن المعاشات المبكرين لانه معاشات الموظفين الصغار اللي بياخذوا 4000 شيكل بدناش تقرب عليهم فانا بتامل انه المجلس البلدي كلياته معارضه واختلاف يلتف حول المعاشات الكبار وناخذ قرار صريح وصارم والكل يقف وقفه واحده بالنسبه للمعاشات الكبيره اللي بيكلفونا 50000 شيكل بالشهر الواحد شكرا فعلى شانك اخوان هات نصوت على الميزانيه لو سمحتوا على الميزانيه بما انه الشيء لمصلحه البلد واحنا بنحب مصلحه سخنين